شو بدي ساوي بهالقساوة؟ من الآخر يا خالتي وبيضل هالشي بيناتنا أنا وأنتي وصالحة؟ وشو هالشي اللي لازم يضل بيناتنا؟ أنتي بتقدري تتحركي بالشام على راحتك ولا لا؟ إيه بلا. لذلك الله يخليكي تاخدي هالأساور وبتنزلي على الصاغة بتبيعيهم وتشتري لنا بحقهم سلاح وفشك. يا فضايل الله والرسول، انتو شو بدكم بالفشك والسلاح؟ انتي قولي مثل ما عم قلك بعدين بحكي لك القصة كلها. بس يا بنتي شان الله يا خالتي بوس ايدك، انا ما حدا حاسس فيني، انا كل يوم عم موت 100 موتة وابي بالسجن، شان الله اتركوني جرب وساوي لي براسي، ما تخافوا علينا. إذا بتعزي لأبو طالب بتخدمينا هالخدمة، وإلا رح اضطر غامر بحياتي وانزل عالشام اشتري سلاح وفشك. لا خلاص كرمالكن كرمال سيدي أبو طالب رح ساوي مثل ما بدكم. خالتي أم رعي بدنا هذا الشيء ضل بيناتنا، لا تجيبي سيرة لأمي. وي على أبتي والكدر يتبهد عليها. أنتي لا تقلي وتركي الشغلة على الله وعلينا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أهلين يا أمو. شو أمي أنتوا وياها؟ نلاقيكم صحيانين لهلأ ومسهرين أم مرعي، مو حرام عليكم؟ أمي ما كان جاينا نوم، فقلنا لحالنا منقعد نتساير مع بعض، اسم منه عمي أبو مرعي مو هون. إيه فيكن الخير أمي، فيكن الخير. يا مو أنتي ليش صحيانة لهلأ؟ فيك شي عم يجعك شي؟ لا والله يا أمي سلامة قلبك، بس هيك شوية مغص فقت شوي بتعرفي وبرجع بنام. يلا أمي فوتوا على النوم، يلا فوتوا. تصبحوا على خير وانتوا من أهله. وانتوا من أهله. عاوزة شي ستي أم طالب؟ لا والله سلامتك. مرعي بكرة بكرة منحكي أنا وياك. أنا قلبي حاسسني إنه في شي بينك وبين البنات مخبينه عني. معقولة يا ستي؟ معقولة خبي شي عليكي؟ بعدين يا مريم يا صالحة بعتبره مثل بناتي صدقيني، مع اني دخيل اسمه الله ما اكرمني، بس صدقيني بحبهم مثل بناتي واعز. تقبري قلبي والله بعرف انك بتحبيهم، وان شاء الله رب العالمين بيطعمك اولاد. روحي الهي يسمع منك، الهي يسمع منك. امي خالتي مرعي جانا ما بكون طعمونا؟ ان شاء الله بتقبري قلبي خس الجوع. يلا جهلي شوي ام مرعي. يا العيني. يلا امي يلا تعالي. ام مرعي حديثنا نكفيه بعد الغداء، راجعت لك. ايه شو عليه؟ من الواضح سيدي انه ابو مرعي ما له علاقه بنشاطات ابو طالب، لا من قريب ولا من بعيد. متاكد من هالشيء؟ سيدي هذا اللي قدرت اعرفه من الحديث اللي دار بيناتهم. بتعذبوا لابو مرعي وبتزتوا ببيته. بتزيدوا على ابو طالب حتى لو مات بين ايديكم. حاضر سيدي. احترامي. أحلى كاسة شاي لأحلى مختار بكل الشام. يسلم ودياك يا مسعد يسلموا، بس ما كان في ضرورة لك ابني. عمي غالي بالطلب رخيص، انت لحل اللي دوقك هالدمعة ومنه بشكيلك همي شبه لله. خير خير إن شاء الله. طولي يا مختار طولي. شو بطولك؟ ليكك ما شاء الله حولك. طولي عامل لي مشكلة واقف بيني وبين جوازتي. لك شو دخل هاي بهاي؟ ما الحجة عم تروح على طول مشان تخطب لي وما عم يوافقوا ليش اني اصير. الله عليك يا مسعد. يا مط حالك شوي، مط لك حالك شوي. الشغلة بإيدي. لا يكلف بكل. ان شاء الله ما بيصير الخير. لا والمشكلة يا مختار انه هالسنة بطبق الأربعين وصار لي سنة عم بخطب واحد عم يعطيني. روح لشغلك لك ابني وان شاء الله ما يصير الا الخير. السلام عليكم. الله معك. لا حول ولا قوه الا بالله.
كسر ايديهم، الله يكسر ايديهم. اخي مطرح جسمي يعتب عليهم، الله لا يوفوا. هلكوني كل جسمي حاس بعض اعضاء شلون وصلت له المراحيض. الحمد لله على سلامتك عمي ابو مرعي. الله يسلمك يا بنتي. هلا والمهم شو عمو فيني؟ وهم اللي شفتوا لابو طالب. صلاة محمد شفتوا لأبي؟ الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير. طمنا عمي أبو مرعي، طمنا. الحمد لله. أبو مرعي كيفه؟ شو أخباره؟ شو قال لك؟ شو قلت له؟ خير وسلامة الحمد لله. الله يفك أسره. إن شاء الله هالقريب بيرجع لكم. الله يسمع منك، الله يسمع منك، الله يسمع منك. يا مو مريم، شو بكي لك أمي؟ دائما هيك قاعدة وصفنان ودمعتك على خدك. بوس إيدك، إذا في شيء تقليلي وتريحي لي قلبي، لأنه أنا بكفيني يلي فيني. أمي والله ما في شيء، بس عم فكر بأبي. يا مو مريم، تقبري قلبي، شو بتريديني هيك اعمل لحتى ريحك وطمن لك بالك؟ روح لعند الكولونيل بوس له ايديه وترجاه. والله مستعد بوس له رجليه كرمال عيونك وعيون ابوك. شو رايكم؟ معقول هالحكي يا مو؟ ما احلاكي تروحي لعند الكولونيل وتبوسي له ايديه؟ شو هالحكي؟ امي هدول لا في بقلبهم لا رحمه ولا شفاء. بعدين مو بنات ابو طالب اللي بدهم يبوسوا ايد حدا، ولا عاش ولا كان اللي بدها تبوس ايده مرت ابو طالب القنواتي سيد رجال الشام. ولا بدك ابي يموت بقهره وحرقه قلبه؟ طيب شو بدي اعمل؟ هيك بدي ضلني اشوفكم هيك قاعدين وحزنانين والاسى عم بياكل قلوبكم اكل، شو اعمل؟ لا امي ما راح نضل قاعدين وساكتين، قررنا انا واختي مريم انه شو امي احكي. امي صالحه قصدها انه يعني كنا عم نفكر نشتغلنا شي شغله، منه منقطع وقت ومنه منجيب لنا شوية مصاري بلا عازة حدا. تشتغلوا؟ بنات أبو طالب القنواتي بدهم يشتغلوا بغيابه؟ لا أمي لا، لا أمي ما لها واردة النوب، نوب ما لها واردة. مريم إذا على قولة عمك أبو مرعي بيت الكولونيل محصن بهالشكل، مو قدرتنا نفوت هيك فوتة بنوب؟ طب ما في شخصية غيرها نقدر نبادل فيها على أبوكي؟ هذا أتقل واحد بالوقت الحالي، لأن راني حصته بالشام بلقمه وفظعته، بعدين هو اللي أسر أبوكي. إيه بعرف. الظاهر بعد مو أبوكي محاول يفوت على بيته، الزلمة محتاط منيح. المهم، شو بدنا نعمل؟ لازم نفكر بحدا تاني يكون مهم مثله كمان. شلون وكيف؟ هلا خلينا نشوف عمك ابو مرعي شو رح يرد لنا خبره، على اساسه بنتصرف.
لك صحي لك مريم، لأمتى بنضل عم نكذب على أمك؟ والله مستصعبت لك أختي. والله خايفة إن إلا تقوم ما توافق وتخربت علينا السيرة كلها. معقول ما توافق إنه نساعد أبوكي؟ أكيد بدها تخاف علينا وما رح تخلينا نعمل شي. ولو لك أختي، لازم نقول لها الحقيقة. أهلين يا ماما. من أيمتى أنت وياها عم تخططوا وتشتغلوا من ورا ظهري؟ نحنا؟ لا تلفوا وتدوروا، سمعت كل حديثكم. والله مو قصدنا نخبي عليك أو نعمل شي من ورا ظهرك. مزبوط يا ما، هلأ كنت عم قلها لأختي مريم أنه لازم نقلك الحقيقة. صدقيني كنا خايفين عليك وعلي بطنك، مشان هيك فكرنا ما نحكي لك. يا ما، الله ما طعمنا أخي دافع عن أبوه، ونحن بنات أبو طالب، بيرضيك نضل هيك قاعدين وساكتين؟ أنت بيرضيكي كل الناس عم تركض بإيديا ورجليا للطالع أبو طالب من السجن، ونحن بناته اللي من لحمه ودمه قاعدين عم نتصفهم ببعض؟ لا أمي لا، ما بيرضيني. بس انتو بتصرفكن هذا حسستوني كأني أنا مو رايدي أبوكن يطلع من الأسر. مو قصدنا هالشي أمي، ونحن بنعرف قديشك بتحبي لأمي، بس والله خبينا عليكي لأنه خايفين على صحتك. معلش أمي معلش، مهما كان ما بيصير، كان لازم تستشيروني تاخدوا برأيي، أنا أمكن. خفنا ما توافق يا عمو. لك ليش يا عمو، ليش حتى ما وافق؟ ما شاء الله مفكرين إذا أنا ساكتة يعني نسيت جوزي وحبيبي وأبو ولادي وجسر بيتي. لك أنا مستعدة أفدي بروحي. وحياة عيونكم هالحلوين ما رح يهدالي بال لحتى يطلع أبوكم من الأسر. بوعدكم. الله يخلينا لك يا عمو.